مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. بوتين يزور سوريا ويلتقي بالأسد في قاعدة حميميم العسكرية ويأمر بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية. الاتحاد الإفريقي يحذر من عودة 6000 داعشي إلى القارة. وعملة بيتكوين الافتراضية تدخل للمرة الأولى بورصة عالمية بسعر 15000 دولار. السعودية توافق على إصدار تراخيص لدور السينما في البلاد مطلع عام 2018. وعلماء كنديون يتعرفون على سر أصوات غريبة تصدر من الأرض. ودراسة علمية تشير إلى أن أمراض اللثة لها صلة بزيادة خطر الإصابة بمؤشرات سرطان المعدة.